السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم متابعينا الكرام. أتشرف بوجود الأستاذ شريف في الحلقة بتاعت اليوم، وهو النهاردة مختار لنا عمل خفيف جميل كلنا بلا استثناء بنحبه. بنحبه يعني بصراحة، هو من الأعمال المحببة لقلوب العرب طبعا. كلها وخصوصا يعني الشباب. نعم نعم نعم، وزات الكبار قبل الشباب، عشان الكبار بيمروا بشباب تاني. الشباب حبيبه اخر حبيبه على كبر. اغنيتنا النهارده اول مره تحب يعدي. المطرب طبعا عبد الحليم حافظ، الكلمات لاسماعيل الحبروك، والالحان للفنان الجميل الراقي اللي عامل الحان جميلة جدا. كان سابق عصره. طبعا فعلا. الألحان للأستاذ منير مراد. المقام بتاعنا مقام الكرد، ولكن هنعمله كرد من على درجة النوى عشان الطبقة الصوتية. فهيكون معنا 3 بيمول، سي بيمول، مي بيمول، لا بيمول، ده حسب ترتيب الدليل والأرماتورة بتاعتنا. هيبقى معنا سي ومي ولا، لكن يبدأ من السول وينتهي في السول. اوكي؟ طيب احسنت. وهو الراجل بيبدا من على 5%. مش عارف احنا بقى لنا كام حلقه كده نجيب الحان بيبدا البدايه من 5%. لطيفه قوي الموضوع ده، خصوصا لما تبقى قفزه كمان للاساس. نعم، يعني من 5 للاساس. نعم، اللي هي مسافه الرابعه التامه الصاعده دي. ايوه، من 5 للاساس. جميله جدا. بتدي طعم حلو. نعم. للحن. طب استاذ شريف، تسمعنا المقام بقى، نسمع مقام الكرد المصور على درجه السول. نسمع، يلا سمعنا كده. هو احنا برضو ليه العلة بيبقى دايما في بعض الاغاني تتعلى من الدرجات الاساسية او اقل شوية او اعلى شوية؟ عشان هو شغال على الطبقة اللي في النص. حسب هو ما زادش تقريبا عن الجزء اللي اشتغل فيه، يعني الملحن عامل ازاي حسب الطبقة اللي اشتغل. أيوة فيه. ايوه بالظبط. حتى هو نازل عن كده، نازل للمي بيمول والريل اللي نازل لحد عشان كده دي الحيز او المنطقة اللي بيغني فيها. يعني هيبقى الحيز كده بالظبط من الري. ري مي فا صول لا سي دو ري مي ري دو سي لا صول فا مي ري صول. جميل جميل، ركوز على الصوت. نعم. طيب تقول لنا بقى المقدمه كده، احنا زي ما طلب الاغلبيه ان احنا بنعرض الاول المقطع اللي هنقوله، وبعدين بعد كده نشرح الدنيا هتبقى ازاي. يلا اوكي، اتفضل. يلا اتفضل اتفضل. 3 4. هيبدا يغني والصفاره. والصفاره اهم حاجه. انا ما اعرفش اصفر. هو ده يا جماعه، ليه انا بعرف شويه يعني. لا جميله والله. بس ليه الملحن حط الصفاره؟ او الله اعلم، قد تكون فكره عبد الحليم، قد تكون فكره المؤلف، الله اعلم هي فكره مين. بس الفكره انا شايفها بديعه. ليه بقى؟ لان الصفاره بشريه في البدايه. وبعد كده استبدلها جوه بالناي مره، وبعدين بالقانون، وبعدين بالكمانجة. لكن ايه الحكمه اللي ممكن يكون هو قصدها؟ الحكمه بقى ده حب اول مره. وراجع من راجع على البيت بعد ما قابل حبيبته لاول مره. فراجع مبسوط. بيصفر قلبه بيصفر. هو ده الجمال. هو ده الابداع والله. فكانت جميله طبعا. واللي صفر اكيد في التسجيل زمان افضل مني بكتير. انا ايه حاولت بس اوصل لكم الفكره. جميل جميل. طيب نقول بقى سلفائية المقطع. ري سول ري سول ري لا ري لا ري لا ري سي ري سول ري سول ري لا ري لا ري لا ري سي 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 لا 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 سول سول لا سي دو 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 ري دو ري دو سي سي دو سي دو سي لا لا سي سي لا سول ري مي فا سي لا سول. وبيعيدها مرة تانية.
طبعا التفاعيل ممكن تختلف من عازف لعازف حسب هو بيقول السولو، يعني ممكن واحد يقولها كده حليات بقى ومهارات. حليات ومهارات، يعني هو بيدخل الحليه، لكن انت طبعا بتعرض الاساس، عظم الاساس اللي ايوه بالظبط كده. طيب بعد كده دخل غنى، بعد كده هيغني برضو فاصيل للسول. بيبدا من نغمه المي، المي بيمول تحت، هي الدرجه السادسه. ايوه بس تحت. مي فا او اول مره تحب يا قلبي، اول يوم اتهنى يا ما على نار الحب هالولي ولقيتها من الجنه. عايز بس اذكر حاجه هنا، لان على مدار خبرتي الطويله اسمع ناس كتير جدا بيعزفوا الاغنيه دي غلط. المقطع ده بالذات بيقولوها كده: أول مرة تحب يا قلبي وأول يوم. لا ما قالش كده. هو طبعا بعيد خالص عن الأصل. هو بي ما أنت بقى بس ما هو بيعتبرها عربة يعني، بس هو جاي يعرب من أول الدخول. مش عربة. لا هو بيعتبرها تصنيف يعني. بعظم أساسي ما علينا. بس هو ما خرجش برضه بره. المهم إحنا عرفنا الصح فين اللي هو إيه على درجة الصول فقط. ركوز على الصول. نعم. مي فا صل 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 مي فا صل 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 سي لا 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 ري لا ري دي لازمة. ري مي فا 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 مي فا مي ري مي فا 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 لا صل صل. طبعا قلت ايه ري مي فا 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 مي فا مي بكار فا مي ري فا مي فا ميري عربة البوسلك تحت عربة البوسلك. أيوة. وبعدين نرجع للكرد تاني عربة. نعم. عربة الكرد مرة تانية. نعم. اللي هي المي بمول. نعم. وبعدين مي فا صل 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 ري دو سي لا دو سي سي لا صل اللي هي الغنى أول مرة أول مرة. ويرجع للازمة الموسيقية. سيكونس مره من السول سول سول فا سول فا مي لا. ومره صعد نص تون. نعم. للا بيمول لا لا سول لا سول فا. حلو ادي السيكونس صعد. وبعدين لا 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 سي سي لا لا سول فا لا سول ولا سول اللازمه اللازم. حلو. وبعيد ده تاني على تغيير الكلام. اول حب مر علي قبل الدنيا فرح وشموع. وبعدين ريدو في لازمة ريدو عشان يمهد له. ايوه اف. يعني هو بيقول ري والدو بتدخل مع الغنى والقفل بتاعت الدنيا فرح وشموع افرح وملا الدنيا اماني لنا ولا انت هنعشق تاني دو ريدو ري سي سي دو سي دو لالا سي لا الراجل ما خرجش لغايه دلوقتي بره. أيوة. الكورد يعني المزيكا كورد، اللازمة المقدمة كورد، والغنى المذهب كورد. أيوة. والكوبليه الاولاني كورد. بس هو في الغنى الاولاني زي ما قلنا عمل بس عربة البوصلة دي تصريفه كده يعني. حلو جميل. واحنا ايقاعنا ايقاع المقسوم البلدي. ايقاع مرح كده ورشيق يعني. وصفاره وصفاره وحاجه كده مرح. ايوه ايوه. واحد راجع واحد راجع قلبه بيرقص عايز يقول ايه يعني. طيب هيعمل اللازمه ويروح على كوبليه التاني صح. هيقول اللازمه ونشوفه هيسلم ازاي للكوبليه التاني. انت خلاص بقى ريمي فصل بحسبك هتعيد يعني بحسبك هتعيد ماشي ريمي فصل لا سي لا بيكار سي
عشان القصد يعمل ايه؟ عشان الغنى البداية نهواند النوى. اه البداية في الغنى يعني نهواند النوى، ملمس نهواند النوى كده وبعدين بيرجع كورد. هو بيلمس بس بأكده شوية وبعدين يرجع للكورد. اه بالظبط. يبقى ري مي فا صول لا سي، اول الفرحة مر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب، ولا احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل طبيب. تيرارا تيرام، يعني لازم بتقول هو راجع كورد. اه ولازم بتهجم عليه باللاسي لابيكارسي عشان يغني تاني ورا بعض على طول. الاولاني نهوان ورا بعض على طول. اه يلا. اول فرحة تمر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب. مرتين زي بعض. نور السولفيج. ماشي. نور السولفيج الاول. سولا لا بيكار طبعا. سولا سي 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 لا دو سي لا بمول. لا سي لا دو سي لا سول دو دو سي سي لا سول. ايوه. حتى عبد الحليم هنا في الجزء ده بيقول ايه؟ دنيا غريب. ما تحسش يعني انا شخصيا كانه بيزحلق. انا كانه بيزحلق وكانه بيقول لا بيكار. دنيا غريب. يا كده يا كده يا هو بياخدها جلس من السي بمول لللا بمول، بياخدها جلس بتبقى حلوه حلوه. بس هو بس هو مأكد اللا بمول، مأكد يعني ان هو كورد. آه. يعني بس هو يعني في السكه ممكن يقولها بس كده و ريدو ويرجع للافرح وملا الدنيا الجزء بتاع المذهب المرجع يعني. ويقول اللازمه الموسيقيه مره تانية. لا ما بيقولش اللازمه الموسيقيه بقى، لا بيقول لازمه ولا بيدخل على طول الغنى. في تسليمه زي ما عمل هو هو عمل في في تسجيلات تانية على فكره بيدخل على طول في احنا بقى الفيلم بقى على طول يعني ال ال الفيلم بقى ناس بتتابع اهم حاجه الفيلم من الفيلم اهم حاجه الافلام. فعمل تتم ترن قلبي. اه طبعا نقول بس السولفيج بتاع الجزء ده يلا. ري مي فا سي لا سول، ده التسليم العادي. اه لكن في المره الثانيه بيقول ري مي فا سول سي دو سي بكار دو. قلبي عد لي كل كلامي، كلمه بكلمه يعدها علي، لسه شفايفي شايله سلامي، شايله اماري حبك ليل. سول سي ري دو. عامل ايه هنا بقى؟ كانه هنقول كأن في الاول. لا بس مش فاهمين احنا رايحين فين يعني. ايه بقى؟ كانه بيجنس نهواند الدو يعني تي تا تي تا تي تا تي تا تا اهو كانه نهواند الدو، وبعدين مسحبنا تاني للتتراكورد التاني الجنس التاني من نهواند الدو اللي هو كورد النوى اللي هو اساس المقام. اه بالظبط يعني تي تمام. هيبان من الحروف دلوقتي. ماشي. سول سي ري سي بكار. سول سي ري دو مي دو ري سي بمول. ري سي دو لا دو دو سي سي لا صول. أيوة. ويتعاد سي ري دو مي دو ري سي ري سي دو لا دو دو سي سي لا صول. ويقول افرح وملا ويرجع تاني لحد ما يغني المذهب مره ثانيه. نعم. وبعدين يقول ده القفل بس ده مفيش حاجه مفيش كوبليه ثاني. نعشه ثاني اول مره اول مره لا 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 صول هي لا سي 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 لا 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 صول. اه بس بيقف على الصول دي يعني واخد الجزء الاخير من المقدمه اللي هو بتاعت بالظبط واخد دي سي 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 لا 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 صول بس ما قالش بقى صول لا سي دو عشان يسلم للايه والله للازمة الموسيقية. أغنية خفيفة ومرحة و... وجميلة وفيها تفاؤل كده و... وكلنا بنحبها لحد النهاردة بنحب نسمعها يحس انه منتشي يعني. آه. يحس ان واسماعيل الحبروك على فكرة المؤلف له اعمال كتير جميلة يعني. يا ريت برضو في المرات اللي جاية نبقى نروح لحاجات لاسماعيل الحبروك لانه من المؤلفين التقال برضو يعني عامل حاجات جميله بصراحه. هو كتب كلمات خالده لحد النهارده يعني. اه اول مره عامل حاجات كتير يعني. طيب
في حاجه تانية عايز اقولها يا استاذ شريف قبل ما نقفل؟ عايزين حلقات بقى احسن. لا. الناس الساعه والنص ساعه يعني حلقه بسيطه كده شغاله تاني. عايز تنوه الحاجه او حاجه او عايز تتكلم تاني في موضوع استاذ محمد شعلة لغايه لما تيجي حلقه ان شاء الله؟ احنا خلاص نوهنا المره دي هنبلغ حضراتكم طبعا. نعم نعم. عشان تبقوا معانا على الهواء باذن الله. نتواصل مع الاستاذ محمد شعلة اولا ونشوف ظروفه ايه تسمح امتى وكده، وان شاء الله نستضيفه اونلاين مبدئيا لغايه لما يجي ان شاء الله يعني يشرفني في الكويت المره الجايه باذن الله. يعني ان شاء الله باذن الله. يعني نتمنى ان احنا بنسعدكم وبنقدم لكم يعني بعض يعني او مختاراتنا تكون عجباكم يعني. نعم. بنحاول قدر المستطاع نجيب الحاجات المحبوبه. نعم. ويعني بنرضي كل الاذواق يعني زي ما بيقولوا. الاكاديميين بنحاول نهتم بيهم. نعم. حتى اللي مش دارسين خالص بنهتم بيهم. يعني نتمنى نكون اختياراتنا في الجول زي ما بيقولوا يعني ان شاء الله. الناس الحمد لله لغايه دلوقتي مبسوطين الحمد لله. ولو في حاجه اكيد هم مش هيقولوا يعني، لو في حاجه متضايقين منها او حاجه مش حلوه هيقولوا، يا ريت يقولوا لنا عشان نعدل ونظبط زي ما في ناس اقترحت اقتراحات واحنا بناخد اقتراحاتها جميله ان أيوة احنا نعرض في الاول وكده عشان حقوق النشر كويس. طيب في نهايه الحلقه نشكر الاستاذ شريف، وكذلك ما تنسوش الاشتراك في قناه الاستاذ شريف، وايضا الاشتراك في قناه افتكاسات الفنون وقناه اول ميوزك سكيل وقناه المايسترو محمد الفكهاني، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ونشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه على خير ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.